عذرا يا صلاح الدين وألف عذر. لا ناجي. أنت الذي طردت الفرنجة القدامى من بلاد الشام ومصر والعراق، وأنت الذي حررت دمشق والقدس من أيديهم، وقد قلت قولتك المشهورة لن يرجع إليها ما دمنا رجالا. عذرا يا صلاح الدين، لقد رجعوا بعد الحرب العالمية الأولى إلى بلاد الشام، ودخل قائدهم ديغول دمشق وزار قبرك. وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. فعذرا وألف عذر. لقد رجعوا مرة ثانية إلى العراق، ولسان حالهم يقول: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. ولئلا تقلق علينا كثيرا أيها البطل، إنهم قالوا حينما عادوا إلينا: عدنا كي تنعموا بحرية كحريتنا، وبسلام كسلامنا، وبرخاء كرخائنا. وهم يخططون لشرق أوسط جديد وكبير. ولا أتمنى عليك أيها القائد الفذ أن تسأل: هل تحقق لكم ذلك؟ الحقيقة المرة هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح أن الذي تحقق إفقار وإضلال وإفساد وإذلال وإبادة واقتتال وتدمير للمنشآت ونهب للثروات ونسف لكل المنجزات. إنها ردة ولا صديق لها. إنها هجمة تترية ولا قدز لها. إنها حملة فرنجية وأنت غائب عنها. عذرا لك يا صلاح الدين، لقد كانت معالم الحزن والأسى ترتسم على وجنتيك، ولم يكن للابتسامة طريق إلى شفتيك. فلما كنت تسأل لماذا لا تضحك يا صلاح الدين، فكان جوابك المتكرر: إني أستحي من الله أن أضحك وما يزال المسجد الأقصى بيد المعتدين. عذرا يا صلاح الدين وألف عذر. وعذرا وألف عذر يا صلاح الدين، يا أيها القائد الفذ، لما حل بنا من بعدك، ومن أجل أن تبقى منسجما مع إيمانك الكبير بالله، نقول لك: هان أمر الله علينا فهن على الله.